العين تناديني فادعيني أماه دعيني، حور العين تناديني فادعيني أماه دعيني. لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني، لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني، عن دربي لا لن تثنيني، عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا. حرب وجهاد متقدا ودما بالعزة قد نضحا، حرب وجهاد متقدا ودما بالعزة قد نضحا. النعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. هل تأملت أن هذا العطاء والخير من الله سبحانه وتعالى لي أنا يا ربي؟ أنا مقصر يا ربي، أنا نمت عن الصلاة، أنا نظرت إلى الحرام، أنا مددت يدي إلى ما يغضبك، أنا ارتشيت، أنا كذبت، أنا غششت، أنا وقعت فيما يغضبك من الكبائر، لكنني لما تبت يا رب جزيتني بهذا النعيم، لما عدت إليك يا رب أعطيتني من هذا الخير، لما جئت إليك في الجنة يا رب وهبتني من هذه الحوريات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو اطلعت أو مدت إحدى الحوريات كفها إلى أهل الجنة أي إلى أهل الدنيا لملأت أفواه الخلائق تذكيرا وتسبيحا، لملأت أفواه الخلائق ذكرا وتسبيحا. يعني بمجرد أن تمد حورية يدها إلى أهل الدنيا مباشرة أهل الدنيا يذكرون الله ويسبحونه ويقدسونه لما يرون من النعيم المقيم والسعادة الكبيرة التي يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها في الجنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وهو يعلق على قول الله جل وعلا: كأنهن الياقوت والمرجان. من هن؟ الحوريات الجميلات، كأنهن الياقوت والمرجان. قال: ينظر المسلم إلى وجهه في صحن خدها، يعني تنظر إلى الحورية فترى وجهك في وجهها من جمال خدها وصفاء وجهها ولمعانه. ينظر المسلم إلى وجهه في خد الحورية أصفى من المرآة، وإن أقل لؤلؤة تتزين بها الحورية، أقل لؤلؤة في عقد الحورية التي تضعه على جيدها أو صدرها، أقل لؤلؤة تتزين به الحورية ليضيء ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. يا إخواني، إذا كان هذه هي اللآلئ والجواهر التي تزين المرأة الحورية الجميلة، فما بالكم بالمرأة نفسها؟ ما بالكم بنظر الرجل إليها، بحسن شعرها وثغرها وعينيها وجسدها وقوامها؟ وهذا الخلق العجيب الذي كونه الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأهل الجنة. إذا دعونا نقف وقفات بعد هذا الفاصل مع صور النعيم العظيم التي أودعها الله في هاتيك الحوريات الجميلات، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل لنتأمل النعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في هذه الحوريات، هذه المرأة الجميلة التي هيأها الله وكونها وأعدها لأهل الجنة. قد تقول إحدى النساء: طيب أنا في الدنيا كنت عابدة وكنت مصلية وكنت طائعة، ما مصيري؟ ما مآلي في الآخرة؟ نقول: أبشري يا أختي، أبشري يا أمي، أبشري يا زوجتي، أبشري يا ابنتي، أبشري يا كل مسلمة تعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يجعلكن في الجنة أجمل وأحلى وأبهى من الحور العين اللواتي أنشأهن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجازي الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت كنت محسنة في الدنيا، إذن في الآخرة تصبحي سيدة الحوريات في الجنة. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. تأمل هذا الخير وهذا النعيم وهذا العطاء، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال مجاهد وابن عباس وقتادة وغير واحد من المفسرين إن شغل أهل الجنة بمعاشرة ومجامعة الحوريات الجميلات اللواتي أعطاهن الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. تأمل هذا الخير وتأمل هذا النعم في شغل فاكهون، في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما أحسن هذه الصورة، وما أجمل هذا المنظر، وما أعظم هذا التعبير، وما أدب هذا التعبير وأحسن بلاغة القرآن. انظر إلى الأدب القرآني، قال في شغل فاكهون، نعم، لأنهم مشغولون بهؤلاء النساء الحسنوات، وهل هناك أعظم من أن ينشغلوا بهن؟ هل هناك نعيم أكمل أكبر أكبر وأعظم من أن ينشغلوا بهؤلاء النساء الحسنوات؟ نعم، ونعيم النظر إلى وجه الله وسيأتي معنا بإذن الله، لكن في ذلك الوقت أعظم نعيم عندهم هو أن ينشغلوا بهؤلاء النساء الجميلات اللواتي أعطاهم الله سبحانه وتعالى لهن في الجنة. قال رجل من الصحابة يا رسول الله، يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ يعني يصبح هناك مجامعة ومعاشرة كما يحصل في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى كذا وكذا من الحور العين. يعني في الغداة الواحدة، في الفترة الواحدة ما بين الظهر والعصر، ليفضي إلى كذا وكذا من الحور العين. وذلك لأن الله جل وعلا يعطيه قوة في البدن وصحة ونشاطا، ولأن الله جل وعلا يملأ جسده شهوة لهذه الحوريات، ويملأ أجساد الحوريات شهوة إلى هؤلاء الرجال الصالحين. أي جمال وأي روعة! لبست الخدود ألوان التفاح، واستقام القد فأصبح كغصن البان، وانتصب هذا الجسد فأصبح في أحسن هيئة وفي أفضل حال. كل ذلك من النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. قال أبو رافع: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لأحدثنك حديثا شهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فأسأل الله أن ينفعك به. غزونا الروم